نرجع لحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وبنبدأ أول فقرة من فقراتنا. ومن الطبيعي جدا إن احنا بنقول إن العلاقات المصرية السعودية ليست وليدة هذه السنوات، العلاقات المصرية السعودية على مر الزمان ومن زمان بيربط الشعب المصري بكافة الدول العربية، ولكن الشعب السعودي والمملكة العربية السعودية ليها تواصل معانا بشكل كبير جدا. زي ما بقول ده مش من السنوات السابقة، ولكن تأكدت بالمواقف الصعبة اللي مرينا بيها، وبصفة خاصة في الفترات الأخيرة الشعب المصري كان بيمر بالعديد من المواقف الصعبة. في حرب أكتوبر شفنا مساندة الملك فيصل، في ثورة 30/6 شفنا مساندة الملك عبد الله، إذا هي استمرارية في هذه المواقف بشكل كبير جدا. المساندة كمان كانت واخدة كافة الأشكال، كافة الأشكال السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعنوية بشكل كبير. خلونا نتكلم عن طبيعة هذه العلاقة وكيف أثرت مصر والسعودية كل منهما في الآخر بشكل كبير. بنفتكر كده لما كان في حرص أن كسوة الكعبة يتم إرسالها من مصر إلى السعودية، وبتستمر العلاقات وبتستمر يعني أواصر المودة والمحبة ما بين الشعبين. خلونا نرحب بضيفنا اللي مشرفنا، برحب بالكاتب الصحفي الأستاذ عبد الجواد أبو كب، رئيس تحرير بوابة روزا اليوسف. منورنا يا فندم، وأهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، وأهلا بحضرتك، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. ودايما بنقول إن مصر والسعودية في المنطقة كده يعني توأمان لا ينفصمان، بحكم الظروف وبحكم الجغرافيا وبحكم التحديات اللي بتواجه المنطقة العربية. كل واحد فيهم ما يقدرش يستغنى عن التاني. إذا كانت مصر بدونها لا يوجد الوطن العربي، فالسعودية بدونها لا يمكن قيام مصر. وبالتالي يعني عايزين نتوقف عند أهم المحطات في العلاقات بين مصر والسعودية اللي ممكن يعني تدلل على هذه الأخوة وعلى هذه العمق في العلاقات. ودائما يعني عايزين نبتدي بالأحدث وبعد كده ندخل على الأقدم. الأحدث طبعا الناس كلها متذكرة، لكن نريد التذكير به وإعادته، هو الموقف من 30 يونيو لما كان كل الناس ضدنا، لكن السعودية سارعت بأنها تقف بجوارنا وبأنها تساندنا ماديا ومعنويا في المنطقة وخارج المنطقة كمان على المستوى العالمي. يعني في الحقيقة زي ما حضرتك تفضلت كده، احنا عندنا موقفين تاريخيين كبار، يعني كل المواقف تاريخية، انما احنا بنتكلم على الاكبر والابرز كان 30 يونيو، لان احنا كان عندنا يمكن الناس مستهينة بفكرة التمدد الاخواني وازاي ان هم موجودين. لا، في الحقيقة الخطورة الاخوان ما كانتش في الداخل، كانت في الخارج، هذا التوغل اللي موجود، هذا السيطرة على بعض وسائل الاعلام في الخارج ومعهم بعض الدول اللي بتتحرك معهم. السعودية لعبت دور محوري وخطير، وخاصة يعني يمكن اللي حرك الامور مثلا في الاتحاد الاوروبي، وده مش معلن كتير قوي، السفير السعودي في المانيا اللي هو عميد الدبلوماسية العربية هناك، والراجل مشكورا هو الذي تحرك وراح لميركل وشرح وجهة النظر العربية، وكان الأداء السعودي حاسما، خاصة بعد ما بعض دول الاتحاد الأوروبي أو الغالبية منها رأت أن ما حدث في مصر انقلابا كامل التفاصيل. التحرك السعودي ساهم كثيرا في تغيير الدفة، زي ما الجزائر ساهمت في تغيير الدفة إفريقيا، إنما الدور السعودي كان حادا وواضحا وقاطعا. وموقف السعودية لو مش بهذه الحدة، نحن بنتكلم على دولة ثقيلة، دولة لها وزنها في العالمين العربي والإسلامي، وكمان على مستوى الدبلوماسية السعودية واحدة من أفضل الدول العربية التي تتحرك دبلوماسيا. ويمكن الملك سلمان لما كان ولي للعهد تحركه الخارجي كان في صالح مصر بشكل كبير جدا، مش الملك عبد الله بس، إنما كان الموقف قاطع وواضح، وانتهت الأمور كما نريد وكما دعمه. الموقف اللي كان سابقه وكان كبيرا جدا، ويمكن موقف السعودية قاد الأمة كلها لمساندة مصر، كان في 73، وخاصة من تحدي السعودية لوجهة النظر الأمريكية وإرادتها، وكانت الوقفة السعودية الشهيرة. فزي ما حضرتكم تفضلتوا، يعني جملة شهيرة ان الدم العربي يعني اغلى من النفط العربي. صحيح. ويمكن احنا برضو جغرافيا احنا ما فيش فاصل بيننا وبين السعودية، البحر الاحمر لا يعتبر فاصلا، ولذلك لما كنا بنتكلم على انه يبقى فيه كوبري بري كانت القصة بتقرب المسائل. احنا الجالية الاكبر في السعودية، احنا بنتكلم على 2 مليون مصري في السعودية، ففي الحقيقة العلاقات ضخمة ومتشعبة. السعودية رقم واحد في الاقتصاد المصري استثمارا وتبادل تجاري. السعودية يعني علامة مهمة حتى في العسكرية المصرية، يمكن التدريبات المشتركة نظرا لطبيعة المنطقة ونظرا لتقارب الفكر المصري السعودي في مسألة الدفاع، حتى في تنسيق الدفاع المشترك. مصر عندما تتحدث عن السعودية والأشقاء الأقرب، يمكن احنا كل الأشقاء على عيننا وعلى رأسنا، انما لما بنتكلم عن السعودية ولما بنتكلم على الإمارات ولما بنتكلم على سلطنة عمان بيبقى فيه كلام أعمق شوية مختلف.
الحقيقة ده مش مجرد كلام، ولكن ده نتاج المواقف اللي تمت بشكل كبير جدا. أنا هتوقف عند هذه المحطات اللي حضرتك تفضلت يعني وقلتها، سواء من موقف الملك فيصل في حرب 73، سواء من موقف 30/6 إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، والسعودية هي أول من يبادر في ذلك ويعلنوا الملك عبد الله. دي جزئية. الجزئية الثانية كمان المساندة والدعم المادي والاقتصادي منذ الوهلة الأولى أو منذ اللحظات الأولى بشكل كبير جدا للموقف المصري، تحويل السفير السعودي إلى سفير مصري لتحسين العلاقات المصرية مع كافة الدول العربية. هل ده كان ضمن السياسة أو المنهج اللي تنتهجه السعودية على مدار فترات الحكم المختلفة، أم أن طبيعة المرحلة هي اللي أثرت في المواقف السعودية في هذا التوقيت أو في الفترات الحالية؟ لا طبعا، يعني العلاقات المصرية السعودية هي علاقات راسخة ورصينة، وخلينا أقول أنها بتتخطى فكرة الاقتصاد بمراحل. يمكن في بدايات الحضارة السعودية مصر ساهمت بدور كبير جدا. المتاحف السعودية، احنا يمكن الناس كتير ما تعرفش انه الاثريين المصريين، يعني يمكن المهندس لطفي طمام هو اللي حط التصور بتاع المتحف السعودي. السعودية على مجال حتى فكرة التعليم، فكرة ان حتى المصريين بيبقى لهم معاملة خاصة هناك. علشان كده لما بنتكلم على 2 مليون دول، يعني دولة صغيرة من الدول العربية، وحاول الإخوان استغلال هذا الأمر في السعودية والإمارات، وتصدت البلدان بشكل كبير جدا. فالفكرة في العلاقات في الحقيقة هي ممتدة، ويمكن خطاب الملك سلمان امبارح كان واضحا وقاطعا أنه مستمر على هذه القصة. وعلشان كده يعني برضو سيذكر التاريخ أن شباب مصر هم الوحيدون من الوطن العربي اللي راحوا امبارح بوفد رسمي تحت شباب مصر، واللي أنا بشرف أن أنا رئيسه، يعني كان الدكتور محمد الشرقاوي على رأس وفد في الصلاة وفي مراسم العزاء بشكل كامل. وعايز أقول أن ده مش غريب على العلاقة بين مصر والسعودية، وعايز أقول أن احنا حتى على مجال الصحافة والإعلام في تعاون كبير جدا، حتى المحطات في كل المجالات. استاذ عبد الجواد، يعني العماله المصريه والخبرات المصريه، تواجدها في مجال الطب، في مجال الهندسه، في مجال التعليم، في مجال يعني حتى الاعمال اليدويه والحرفيه، هي متواجده في المجتمع السعودي. وزي ما حضرتك تفضلت وقلت، يعني طبيعه العلاقه ما بين الشعب المصري والشعب السعودي له جذور طويله جدا. لكن الفتره الحاليه الحقيقه اللي هي زي ما بنقول ايه، وقت الشده بيبان المعدن الاصيل، هي دي اللي انا حابه اركز عليها في طبيعه المواقف اللي قام بيها الملك عبد الله. صحيح، يعني خليني بس اقول انه يعني ما قبل السيسي كانت في مرحله شويه مصر ما كانتش ند حقيقي لبعض الدول العربيه. بعد 30 يونيو يعني اختلف ما كانش حد خالص. يعني كان في مشكله كبيره جدا في فكره التعامل. خلينا نقول ان احنا الرؤيه ما كانتش واضحه بالنسبه لنا كمصريين، وبالتالي لم تكن واضحه بالنسبه للعرب، فحتى تعامل العرب معانا في هذه الفتره لم يكن واضح الرؤية، لأن الرؤية مش متضحة عندنا أصلا. لا لا، أنا بتكلم على فترة إحنا كنا بنتعامل فيها بدرجة أدنى، إحنا كنا حاسين إن إحنا درجة صحيح. أدنى وعايز أقول إنه السيسي من يوم ما جه بيتعامل بفكرة الشراكة، فكرة الشراكة اللي هم بالأساس عندهم من الأساس، يعني المشكلة كانت عندنا إحنا مش عند الإخوة الخليجيين. ولذلك هنفتكر الهبوط الرائع والعبقري للملك عبد الله رحمه الله عندما كان قادما من رحله استشفائيه في المغرب، لما نزل لامه عليه للاسف السيسي طلع له الطياره، وبعدين بعد كده جاءت زياره الرئيس السيسي. الفكره هنا انه القصه ما كانتش دعم، والقصه ما كانتش مشاركه، القصه كانت تعامل على اعتبار ان الدولتين هم دوله واحده وان الخطر واحد. وده حقيقي، يعني حتى واحنا بنتكلم على فكره مكافحه الارهاب على حدود الشماليه للمملكه العربيه السعوديه، احنا بنتكلم على نفس المشكله في سيناء. فالفكر واحد والتحرك واحد، المملكه العربيه السعوديه. يمكن السفير احمد القطان في الحقيقه كان يعني مرسالا جيدا وحمامه سلام جيده ومحركه للامور بشكل كبير جدا، زي ما كان سلطان الخالد وزير الامارات. فالقصه بين مصر والسعوديه في الحقيقه ممتده، وما نقدرش نوقف ونقول والله النهارده مصر والسعوديه ما تعاونوش. لا، مصر والسعوديه تكامل كبير جدا على كافه المستويات، حتى في المجال الديني. احنا لما بيبرز يعني امام متشدد في السعوديه، السعوديه اول من يحيده. بالمناسبه على المجال الديني، يعني في زياره رسميه من قبل شيخ الازهر ووفد مصاحب ليه لتقديم العزاء في الملك عبد الله، هيسافروا النهارده الى السعوديه. ده صحيح، يعني عايز اقول انه كل الجهات في الحقيقه الرسميه ومن القلب، يعني لم يتصنع احد. حتى على فيسبوك وهنشوف الشباب حاطين صوره الملك عبد الله، لانه القصه يعني اكبر
من انه تبقى علاقه حب او علاقه تعاون. وفي المقابل يعني عايز اقول كل ما فعله الاخوان امس من ان هم ضربوا نار والعاب ناريه علشان الملك، الحقيقه الناس نفسها هي اللي استنكرت وهي اللي تصدر بيقلل منهم، بالعكس ده يعني بيعطي الصوره الحقيقيه ليهم. بس انا عايز اقول ان الناس العاديه هي اللي تصدت، لانه مثلا الامن مش هيروح عشان اتنين بيضربوا صواريخ ابتهاجا بانه الملك توفى، لا الناس المصريه هي اللي راحت، يمكن ده كان ابرزه في الجيزه امبارح في الحقيقه، الناس هي اللي وقفت لهم، والناس عشان بتقول كلمه بتقول انه هذا الملك احب مصر فاحبه المصريون، وان ده حكيم العرب. وفي الحقيقه الملك سلمان لا يقل عنه حكمه ولا اداء ولا تصرفا، يمكن هو اقرب لينا كاعلاميين لان هو يعني احد المساهمين الكبار في الشركه السعوديه للابحاث، وانا كان ليا شرف ان انا عملت معاه فتره في الحقيقه، وهو راجل يعني يجيد اولا اختيار الاشخاص، يجيد فكرة العمل بشكل مهني، وحتى على مستوى الأسرة يعني خلينا نقول أنه أول رائد فضاء عربي كان ابنه. ولاده التانيين في الحقيقة يعني عنده 12 ابن، 2 توفاهم الله و10 موجودين، العشرة كل حد قائد في مكانه. فعايز أقول أنه في الحقيقة أنا مش المستقبل العلاقات المصرية السعودية، أنا شايفه بالعكس هيزدهر، لان احنا برضو بنتكلم على رجل يمتلك رؤيه واضحه فيما يتعلق بالعلاقات المصريه. اللي دعوا لمؤتمر المناحين، فيعني هو كان اول دعوه ليهم انه مصر تعمل مؤتمر المناحين، مؤتمر قمه الاقتصاد الحقيقه، ده انا اللي انا كنت هقوله، لان احنا رفضنا كلمه المناحين لان مصر لا تمنح ولكنها هي المناخ الجيد والمناخ الاول للاستثمار للمنطقه العربيه، واللي بنتشرف ان فعلا الملك عبد الله رحمه الله عليه هو اول من دعا لهذا المؤتمر، وهنظل دائما كمصريين. حتى قطع الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارته او حضوره مؤتمر دافوس وحرصه على ان هو يكون متواجد، ويمكن هيحضر العزاء، العزاء هيبدا اقامته من النهارده بعد المغرب باذن الله، وكل العزاء للشعب السعودي ول يعني الرؤساء، الرئيس الجديد او خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. للاسف وقتنا خلص، احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ عبد الجواد ابو كب رئيس تحرير بوابه روزا ليس. شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لحضرتك، ولقاءاتنا مستمره مع حضراتكم، هنتكلم اكثر عن شخصيه الملك الراحل وعن مواقفه الايجابيه مش بس مع مصر ولكن مع العالم اجمع، قد ايه كان شخصيه متسامحه وكان له يعني اسهامات كبيره جدا في مجال مكافحه الارهاب، في مجال نشر الاسلام الوسطي، في حوار الاديان وغيرها من المجالات الاساسيه على مستوى العالم. هيكون لنا لقاء بعد قليل مع السفيره هاجر الاسطنبولي حول هذا الموضوع.